أعلنت مؤسسة حياة كريمة عن ترحيبها بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 171 لعام 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بعد إقرار مجلس النواب له، والذي يهدف لتعميق العمل الأهلي وتنمية المجتمع سعيا لتحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالتعاون بين مؤسسات العمل الأهلي والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة. وتشيد مؤسسة حياة كريمة بهذا القرار، وتفتخر بكونها إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومن مؤسسيه، إذ ساهمت في تأسيسه منذ مارس 2022 ضمن مجموعة من أهم مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل بدون كلل للوقوف على كل احتياجات المجتمع المصري. وتتشرف المؤسسة بالعمل تحت مظلة التحالف في إطار خطة عمل مشتركة بين كل أعضائه لإرساء قواعد العمل التنموي التشاركي في مصر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية ودعم الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف العبء على المواطنين باعتماد آلية عمل محكمة ومميكنة بشكل كامل وقاعدة بيانات مشتركة لضمان وصول الخدمات للمستحقين.